ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية شريط فيديو يوثق لظهور حشرات بنبتة الشيبة، محذرين المواطنين المغاربة من اقتنائها. وارتباطا بذلك، اعتبر بوعز الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في تصريح لجريدة سيت انفو الإلكترونية أن ظهور حشرات في النباتات أمر عادي وطبيعي. وأكد الخراطي قائلا: نوصي دائما المستهلكين بضرورة غسل الشيبة أو النعناع أو غيرها من النباتات جيدا مرتين أو ثلاثة مرات كي يتم التخلص من الحشرات المتواجدة بها. وكشف المتحدث على أن الخطير في النباتات ليس هو الحشرات التي تضر بها، وإنما المواد الكيميائية التي قد يتم رشها بها. ومن جهة ثانية، وجه رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك نصيحة للمواطنين المغاربة يدعوهم من خلالها إلى الاعتدال في استعمال الشيبة لأنها تضم مواد خطيرة على الكبد. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.